مزيان الحمد لله، صحتي مزيان. المهم بغيت نقول لكم انا ما كنبكيش، نتوما عرفتوني قويه، انا قويه قويه بزاف، وما عمر شي حاجه اثرت فيا، وعارفه اش كندير، عارفه. ولكن المهم هادشي انا درت دوك ستوريات. صراحه كنت في واحد الحاله ضغط ديال واحد الام، عارفين الدراري مشاكل الخدمه، المهم كتحس براسك مضغوط. درت دوك ستوريات صراحه، ما عارفش نقول لكم واش ندمت واش ما ندمتش. المهم انا بقيتي كنهضر كنقول، ما قلتش حتى شي حاجه من داكشي اللي كنعيشو، قلت غير شويه وقلت ماشي مشكله ايمان، عادي. وليديا جاو مشاو للدار، جلسوا مع وليداتي، دخلوا بالصلح، قالوا لي ايمان خصك ترجعي لدارك، وهذا الشيء راه كيوقع وفاع كاع العائلات. وبصح كاع عندنا مشاكل، انا مزوجه عام، انا مزوجه 10 سنين دابا، انا تزوجت في 2014 كنت مضى اليومين بزاف وهذا، قلت ماشي مشكل. سناء الله يجازيها بالخير ما خلتنيش نخرج، ما خلتنيش نمشي، بغيت نمشي نكري غير في اي ناس، بغيت غير الناس، ما بغيت والو، انا بغيت غير الناس. ويكون كنقول يا ربي نكون نفيق، نقول هادشي راه حلم، هادشي ماشي بصح، هادشي ما كتعيشيهش ايمان. ولكن الحمد لله انا راضيه، حيت اللي دار ربي اللي غتكون فائده. كتوصلني الورقه ديال الطلاق ديالي، ماشي هادي المصيبة، لا المصيبة هي أنني أنا الورقة مدفوعة هادي الشهر، الوقيتة اللي أنا مع بات ولادي في تركيا، كيجيب لي الورد كيقول لي ما عمري نتفرق عليك، كنبغيك. وأنا تيقت خارجين جالسين في أوتيل 5 إطوال، كندور كسيين فرحانين، كنبغيك إيمان، انا نشري لك الوردة ايمن. وهادشي كله الناس عارفينه، حتى ستوريات الحمد لله باقيين عندي، كلشي عندي، فيديوهاتي في تيك توك كلهم فرحانه، وكنقول البنات انا فرحانه، وانتوما شنو غديت انا. هادشي ماشي صدمه، هادي ما عرفتش انا شنو هي، ولكن الحمد لله شتي انا ماشي مصدومه، انا ما مصدوماش، انا غير ما عرفتش هادشي شنو هو، ولكن الحمد لله الحمد لله المرأة قوية، أنا عارفة راسي قوية. شوف أنا كنتصدم ولكن كنوض، أنا ماشي النوع اللي غتبكي وتجلس تبكي، أنا غنوض، عارفة راسي غنوض. هو مع هو اللي خرجني، حيت هاديك مني رجعت كنشوف كيفاش هاد الراجل هاد الوقيتة، لا علاش أنا ستوري، أنا كنشوف ستوري، واش أنا واش بصح 19 نهار 19، لا ميمكنش يكون هادشي، وقيلا كاين غلط، لا إيمان وقيلا هادشي ماشي بصح، لا إيمان يا قولوا لي ماشي بصح، قولوا بصح ماشي بصح هادشي. انا كنقول البارح كنقول يا ربي نفيق في الصباح يكون هادشي غير ضحك، مي هو هادشي كان باغي. وانا كنت خارجه سبحان الله، ربي دار لي داك السبب، حسيت بان ربي الله سبحانه وتعالى ما بغانيش نتصدم، حيت انا في داري في وسط ولادي وتجيني ديك الورقه، ما بغانيش نتصدم. هو كان كيقلب لي على سبه، ما كانش لاقيها ليا، حيت انا معروفه كنتهلا في راسي ونتهلا في وليداتي ونتهلا في اللي جا كنتهلا فيه، ومع كل ما يقدروش حتى عائلته ما يقدوش يخبيو هادشي، ما عمرهم يقدو يخبيو، حيت انا كانوا كيقولوا لي انت كديري كلشي، علاش انت زعما كديري كلشي، علاش انت اللي تهلاي، انت اللي نهار ما تباه انا اللي درت كلشي. وكيقولوا لي نادو كي باش عايروني، عرفتوا علاش دفل عليا، قال لك علاش انت ديري كلشي، انت توجدي لماما اللباس الابيض وتوجدي لماما وديري لبابا الكفن، علاش هي باغا تبان، انا غنبان في الكنازه. انا كنت كنشري دنيتي، كنت حاسه نيتي غتغلب، كانت نيتي غتغلب وليتي غتغلب، وباقا انا ما كنبكيش دابا، حيت انا ما كنبكيش عليه، ما كنبكيش، انا كنبكي على راسي. شتي النصيحه اللي نعطيكم البنات، ما تثيقوش، شتي واخا يبوسلك رجليك، انا نقولها لك، انا راجلي ما كانش كيقولي ما تثيقوش، وخدموا ديروا علاش ترجعوا، ما تخرجوش والو. 10 سنين الزواج، 10 سنين الزواج، انا فلوس كنت كيعطيني فلوس المصروف، عمري ما خزنت، انا انسانه عمري ما خزنت الفلوس، كان كيعطيني الفلوس ومني كيجي غير شي واحد من عائلته نتهلا ونجبد ونعطيهم، لكن انا ما ندمانش على هذا الشيء، حيت انا تربيت هكاك، تربيت نتهلاو في الناس كما بغاو يكونوا. بغيت نقول لك شكرا على تريسة، الله يرحم لك الوالدين، على تريسة اللي رزقتيني، شكرا على الصدمه اللي ما نويتهاش فيك، والله ما نويتها فيك، شكرا يا نصر.
Öyle de güzeldi gözlerin.